وتنضم إلينا من بيروت ليلى خليل مراسلة غزة. ليلى، ردود فعل متبانية اليوم حول تصريحات أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ضعينا في تفاصيلها إذا سمحت. حتى أن هناك اليوم أيضا انتقادات لتغريدة رئيس الجمهورية. سنبدأ من تغريدة رئيس الجمهورية التي كان ينتظرها الكثيرون منذ يوم أمس، منذ إعلان قائد الحرس الثوري الإيراني أو تصريحاته التي تقول بأن لبنان في خط المواجهة اليوم أو الصفوف الأموية أو الخط المواجهة الأمامية. اليوم رئيس الجمهورية قال بأنه لا شريك للبنانيين في تغريدته في سيادة أو في سيادة أراضيهم واستقلال وطنهم وسيادة أرضهم وحدوده وحرية قراري. هذه التغريدة كانت محط انتقاد كثير على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الكثيرون اعتبروا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب أو أنها تغريدة خجولة جدا هزيلة. كان يجب أن يكون هناك بيان شديد اللهجة تجاه هذه التصريحات الخطيرة، علما أن هذه التصريحات هي ليست الأولى من نوعها، وأنه كان يجب أن يكون هناك تصرف آخر لربما من وزارة الخارجية اللبنانية. حتى هذه الساعة وزارة الخارجية اللبنانية لم تصدر أي بيان، لم تستدعي السفير الإيراني بسبب هذه التصريحات. بالطبع هناك العديد من المواقف الرافضة لهذا التصريح. بالأمس كان هناك تصريح أو تغريدة لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي قال بأنه يتوهم من يعتقد بأن لبنان حر ومستقل، بل إن لبنان هو أو لبنان هو رهينة بيد إيران عبر حزب الله، وأن الرئاسة اللبنانية والحكومة والمجلس النيابي شهود زور ويغطون وضع اليد عليه. أيضا مستشار الرئيس سعد الحريري كما استمعنا في التقرير رد وقال بأنه يصر الإيرانيون على اعتبار أن لبنان هو مقاطعة، ولكن مقاطعة إيرانية، ولكن لبنان لن يكون في الصفوف الأمامية المواجهة عن إيران. أيضا القوات اللبنانية ردت على تغريدة رئيس الجمهورية، وأحد نواب تكتل الجمهورية القوية قال بأنه كان حريا على رئيس الجمهورية أن يقول بأنه لبنان أو الدولة اللبنانية لا شريك للدولة اللبنانية في الحفاظ على استقلال لبنان وحريته وسيادته. شكرا جزيلا لك من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد.